مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. ان شاء الله النهارده نشوف مهارات جديده ونعمل وصفات بسيطه ولطيفه لاطباق سهله وجميله. طبعا النهارده هنعمل وصفه ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم، هي بيكاتا، والبيكاتا دايما ليها محبيها. يعني النهارده انا هستخدم فيها، يعني هقول انا جبت الدمي جلاس، هو ليه طريقة طبعا بتتعمل، كانت زمان في المطاعم الطريقة الأصلية من العظم نفسه، لكن دلوقتي بنزلوا منها باودر جاهز فبقت الدنيا أسهل كتير. وهقول للطريقة التقليدية اللي احنا عايزين نعملها، لو مش هستخدم الديمي جلاس أنا هعملها بالصوص العادي البني أو بالمشروم صوص. ازاي أنا هستخدمها النهاردة؟ قطع فيليه كده جميلة حلوة ناعمة. خلينا نقول عندي لحم فيليه وعندي مشروم وعندي زبدة، عندي كريمة ودقيق وتوم مفروم، بصل مفروم، عندي مرق وجوزة الطيب وبهارات اللي هي السبع بهارات أو بهارات اللحمة اللي موجودة عند حضراتكم، عندي ملح وفلفل وطبعا رشة من القرفة، وعندي دمي جلاس حسب الرغبة. أول حاجة المفترض أن أنا لما بعمل البيكاتا دي بديها كده رشة ملح وفلفل الأول، رشة بهارات، بحب طعم اللحم الأول. المفترض ان انا اطعمها في الدقيق او انزلها كده اديها في باودر الدقيق عشان ابدا اديها تشويحه الاول لوحدها، اقفل المسام. يعني هعمل كده مثلا، اول حاجه بسم الله هاخد كده رشه من الملح رشه من الفلفل، وعندي رشة من البهارات اللحم، حب طعمها كده الأول كده مع بعض اهي. وهبدأ اخد شوية كده دقيق وهعمل كده الأول، خليني احط الأول رشة زيت وزبدة، بسم الله نقطة زيت ومكعب او مكعبين من الزبدة. هاخد بقى هنا شايفين كده زيت مع زبدة عشان الزبدة ما تتحرقش، وهاخد أبدر اللحم ده كده في الدقيق شوية علشان ده اللي بيعمل كوتنج كده غريب، يعني من بره يغلفها كده خفيف وبعدين يديها فريم كده وتبدا يديها سكنس برضو تخانه لما اجي اشوحها بعدين لما انزل الصوص عليها وكده. مثلا اهو انا بقى عاجبني شويه الزبده اللي يعملوا بقى الشويه دول عشان يدوا طعم ويلونوا معايا مع لون اللحمه تبقى رائعه. يبقى انا تبلت بملح فلفل شويه بهارات، بهارات سبع بهارات او بهارات اللحمه كده. البيكاتا دي ممكن كمان ليها طريقه بالفراخ، احنا عملناها قبل كده في رمضان اللي فات تلاقوها وطريقتها سهله جدا، كان معانا هديه بتقول ياه انا ما كنتش اعرف انها كانت سهله كده، كانت بتحبها قوي من الاطباق المفضله عندها، يعني حبيبتي كانت بتتخيل انها صعبه فمش يعني مش حابه تعمل التكنيك بتاعها، طلعت بسيطه. وانا دايما بحب ان انا اقدم في برنامجي الحاجات السهله البسيطه مش المعقده، لانه احنا دايما عايزين السهل السريع واللي يدينا تيست حلو كمان، وده الاهم في الموضوع. بصوا كده ما بحاولش احرك اللحم كتير، حطيت ملح فلفل بهارات لحمه او سبع بهارات، حطيت معلقه زيت وزبده، حطيت شرايح اللحمه، ببطن كده بتبطينه بسيطه، انا مش عايزه اخليها كلها دقيق لا ده انا دوب بس. بصوا زي ما انا بعمل كده اهو تتنفط كويس تتحط هنا اهي، شايفين ازاي؟ هشيل بقى دول وهبدا اخد كده الملقاط هنا اقلب الايه او من ده نقلب بقى قطع الشرايح اللحمه دي. بصوا تاخد لون كده
ممكن ده. هنا هنقلب شوية. هنتكلم كمان عن البيكاتا بقى. ون ايه؟ ونقول اصل الطبق ده كان ايه؟ اطباق كده سريعة ولطيفة. وبس بتدي تيست وطعم حلو الحقيقة. واهم حاجة قطعة اللحمة. كده دي مرحلة أولى كده. طبعا هجيب طبق، خلوني اسمحوا لي ايه امسح هنا. وهبدأ افصل بقى، اطلع اللحم ده واشوح في نفس الطاسة، عشان انا مش عايزة برضو حضراتكم تبهدلوا الدنيا وتبوظوا طاسات كتير ويبقى الموضوع فيه. لان عارفه ان اكتر حاجه بتضايق السيده في البيت هي فكره انها تعمل ال تغسل اطباق كتير او حاجات بعد الاكل كتيره. طبعا هو يعني البيكاتا من الاطباق المعروف انها ايطاليه، وهي تقليديه يعني في ايطاليا، مش من الاطباق المميزه، طبق تقليدي يعني. بصوا بقى، خدت كده شويه دول. اهم حاجه تبقى الجريل او الطاسه سخنه قوي، ده مهم بقى. يعني لو كانت اسخن من كده كانت احلى بالنسبه لي، عشان الفريم ده بيفضل ثابت عليها كده بشكل واضح قدام حضراتكم. هجيب بقى كده ايه طبق صغير اطلعه عليها. هنفصل بقى اللحمه دي شويه كده هنا، ون ايه كده الصوص ده. بصوا ممكن كمان نعمل اصناف كتير مش بس الفراخ، فراخ لحمه. بصوا بقى هاخد كده في نفس المكان بعد اللحمة، هعمل كالآتي: البصل هنا، ونحط كده مكعبين من الزبدة. خليني بس أشيل دي أهي، وهدي رشة ملح وفلفل. ولسه المرق لما هينزل هيلم كل الحاجات اللي في الطاسه وطعم اللحمه دي. شويه كده من الملح ومن الفلفل، اطعم البصلايه كده. دي بقى احلى حاجه فيها، تتاكل مع مثلا رز ابيض، تتاكل مع خضار سوتيه، تتاكل مع ماش بوتيتو، بطاطس مهروسه كده جميله. دي بقى حاجات اختياريه لحضراتكم زي ما تحبوا. نقلب بقى تقليبه حلوه كده. وبعدين عندي ثوم برضو، هضيف الثوم. شايفين بقى الجمال؟ اوكي يا سلام، مش عارفه ليه والله نودي كده. هاخد اقطع المشروم. بصوا بقى طريقه غسل المشروم لو حضراتكم هتستخدموا فريش، انا حبيت اجيبه فريش المره دي عشان تعرفوا. بصوا بنزيل كده بمسح المشروميه كده، لانه عامل زي السفنج. لو انا حطيته تحت الميه، يعني ممكن شطفه بسيطه حطيته تحت الميه هيشرب كل الميه وهيبوظ. اهو يتنضف كده، شايفين حضراتكم ازاي؟ اهو دي الطريقه لتنظيف المشروم. المشروم ده يعني مليان بروتين عالي جدا بنسبه البروتين والياف وكربوهيدرات وكل حاجه
يعني احنا بنستخدمه كبديل للحمه عشان مكان البروتين اللحمه، تخيلوا. عايزه اقول لكم في ناس كتير بتستخدمه، وهو كمان ليه دور كبير في الوقايه من مرض السرطان والعياذ بالله. تعالوا بقى ناخد كده. في نسبه سيلين الفوليك اسيد طبعا كتير. خليني اشوف سكينه حلوه، ممكن اعمل كده شرايح كده. يعني في ناس تحبه على فكره تاكله يبقى باين، بس انا ممكن نقطعه كده. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم المشروم ده سبحان الله، انا بحب الفريش ده قوي، بس هو ليه طريقه كده مهمه قوي مع الثوم، مهمه معاه قوي نحط عصره ليمون، وانا هعمل كده دلوقتي. هو كمان من الحاجات المهمه جدا، الناس اللي عندهم فقر دم او انيميا بيستخدموا المشروم كتير في اكلاتهم. ده كمان مش برميها، العيدان بتاعته دي مش بتترمي، بتتقطع كده وبتستخدم معايا عادي جدا. هنشوح تشويحه حلوه كده، وتعالوا ننزل بسم الله المشروم الاول مع الثوم على طول مباشره كده. هنشوحه تشويحه حلوه لحد ما يدبل كده شويه. طبعا كل ما تلاقوه فريش يبقى احلى من المعلب، ولو حضراتكم هتستخدموا المعلب الافضل ان احنا دايما اي حاجه معلبه حضراتكم لازم نحطوها في مصفى وتحت الميه، ونتخلص من الماده الحافظه دي ضروري، وتتشطف كويس قوي تتصفى ونستخدمها كده. شايفين ازاي نقطه عصير ليمون بسيطه قوي تكاد لا ترى، عشان بس المشروم. شايفين؟ تقليبة بقى حلوة. هاجي هنا بقى هضيف شوية من البهارات، وهاخد رشة بسيطة من القرفة، وتعالوا كده ناخد شوية من المرق. بسم الله هنزل كده، لسه ما استخدمناش الدمي جلاس في حاجه، ولو حضراتكم مش عايزين تستخدموه يبقى هنحمر الدقيق، معلقتين دقيق لما يوصل لونهم بني في معلقتين الزبده، وبعدين نحط عليهم كل الحاجات دي. هعمل كده بسم الله شويه كده، وهاخد اللحم اللي احنا حمرناه وشوحناه ده وكل العصاره بتاعته تنزل تاني هنا في المرق. ايه ده؟ هنا، وهنزل كل العصارة دي تنزل، دي عصارة اللحمة ما ينفعش اتخلص منها وارميها فيها كل الايه الصوص الحلو اللي احنا اللي طعم اللحمه نفسها. هسيبها هنا شويه بقى تغلي غلوتين عشان تبدا تستوي في شويه المرق دول الاول، مش هضيف دلوقتي كريمه خالص. شايفين ازاي انا هطعم الدمي جلاس ده بمعلقه واحده، لكن شايفين الصوص، شايفين هي لونها عامل ازاي لوحدها من غير لسه ما نضيف اي حاجه خالص، الطعم بتاعها هيبقى رائع. تغلي بقى غلوه حلوه كده، هنسيبها هنا تغلي غلوه حلوه. بصوا كده تمام، اللي عايز يرش بقى رشه جوز الطيب ماشي، اللي مش حابب خلاص انا بس هدي كده رشه فلفل. طبعا احنا حاطين مرق، بحط بس رشه من البهارات اللحمه شويه، اسيبها الاول تاخد غلوتين من غير الكريمه تمام، وبعدين لما تبقى داخله تبدا تخش على التسويه كده هروح مدياها الكريمه معاها. ودلوقتي احنا ايه
بصوا هسيبها كده، مش هعمل اي حاجه، انا هسيبها زي ما هي كده لحد ما استسمح حضراتكم في اول استراحه لينا في الحلقه النهارده، ونرجع بعد الاستراحه نشوف الشوط الثاني. هنكمل البيكاتا بالمشروم بصوص لطيف كده وجميله، ونبدا نعمل جنبها شويه خضار سوتيه، نشوف هنعمله ازاي. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه وبدانا الشوط الثاني. بصوا بقى البيكاتا هنا اهي، شايفين الصوص عامل ازاي كده؟ احنا لسه ما حطيناش اي حاجه تخلي لونها بني ولا حاجه، هي ده لون اللحمه الطبيعي او صارت اللحمه اللي احنا عملناها والمشروم. طيب هاخد كده معلقه من الديمي جلاس، معلقه واحده اهي زي ما حضراتكم شايفين، ادوبها فيه شويه مرق، لازم تدوب في ميه او في مرق انا عشان اظبط طعم الملح. بس خلوا بالكم الديمي جلاس فيه طعم ملوحه، فلو حضراتكم ظابطين الملح خلوا بالكم. طبعا الكريمه لما هتنزل يعني هتشيل شويه من الطعم ده اهو. الريحه طبعا رائعه، سيبها بقى تاخد وتدي كده شويه، وتعالوا هنا قبل ما تاخد شويه كده كمان حلوين. مش هحط الكريمه دلوقتي، نبدا نعمل شويه خضار سوتيه حلوين ليهم تاست حلو طعم. بسم الله. طاسه هنا سخنه، عندي مقادير اللي موجوده عند حضراتكم. الثابت فيه هو الجزر والكوسه والبروكلي وال ممكن يبقى شويه من البسله، في ناس تحط فاصوليا خضراء. انا النهارده ضفت مشروم عشان اعزز الخضار الحلو ده، وحطيت بروكلي وطبعا شويه بطاطس لو عايزين. تعالوا بقى نعمل شويه خضار سوتيه حلو، طبق كده حلو نقدمه مع بعض. عندي زيت زيتون معلقه كده كبيره، واحلى حاجه بالطعم الخضار السوتيه ده هي الروزماري والايه والثوم. بسم الله. هنزل عليهم على طول كوسه، هنزل فاصوليا، بسله، وعندي شوية جزر، والمشروم خليني كده اقلب تقليبة كده حلوة كده. الكبير هقسمه نصين، ماشي، وعندي ممكن شويه فلفل الوان لو عايزين تقطعوا واحده بس تبقى مربعات جوانح كبيره، ماشي. هديله لسه عصره ليمون خفيفه عشان اضفت مشروم، وممكن كم واحده بروكلي كده كده، مش محتاجة ان انا اسلقه ولا حاجة، كام واحدة بس، كام زهرة هقلب. الثوم بيدي طعم حلو، زيت الزيتون بيدي طعم حلو، مش هسلقه في مية ولا حاجة. الخضار يتقطع قريب من بعضه، هاخد رشة الروزماري الاخضر، ممكن نضيف كام واحدة بطاطس، وممكن لا، انا ممكن احط كام واحدة بس، وبعدين هظبط الملح بسيط. تقدروا تستخدموا الملح الهيمالايا، تقدروا تستخدموا الملح العادي بتاعكم اهو، كام واحدة بس. خلاص وهنقلب كده تقليبة حلوة. خليني اخد عصرة الليمون ورشة الملح ورشة فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير، خلاص احنا مش عايزين ملح كتير، هي رشه بسيطه، مش بالضروره يبقى طعم مظبوط يعني. رشه فلفل، وحطينا الروزماري والثوم
وادي عصرة الليمون الأخيرة. بسم الله. وهنقلب الخليط ده، وادي البيكاتا هنا شغالة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على البخار هيستوي الخضار ده من غير إضافة أي مية ولا مرق ولا أي حاجة، وهتاكلوه طعمه رائع. ومش بالضرورة يستوي 100% عشان تستفيدوا بالفيتامينز اللي موجودة جوه الخضار. جوه كل نوع من الأنواع دي في فيتامينز هنتكلم عنها دلوقتي. الكوسة، الجزر، الفاصوليا الخضراء، كده شايفين. بهدي النار وبسيبه بقى شوية صغيرين، وبعدين نرجع. عايزة اقول لكم طبعا الناس اللي ما بتحبش الكوسة دي، الكوسة دي مهمة جدا، كانوا بيسموها هي يعني غذاء القلب. فعلا هي مهمة جدا لصحة القلب، وفيها كمان حاجة مميزة جدا لصحة العيون عشان بس تبقوا عارفين. فالناس اللي مش بتحبها ممكن تاكلها بس بنسبة بسيطة. طبعا هي يعني فيها نسبة مية حلوة، وفيها بتظبط نسبة السكر في الدم، وكمان يعني مفيدة جدا للجهاز الهضمي، من الحاجات اللي بتعمل ليونة يعني كده. والله فعلا صح، لما بنعمل فعلا بيقولوا لي هديه، بتقول احنا لما بنعمل الحاجه دي فيها كده كميه الالوان الحلوه دي في الخضار، احنا فعلا بناخد نسبه فيتامينز حلوه لو احنا نستمر على كده. دي حقيقه فعلا يا هديه. بصوا انا حطيت خلاص صوص الدمي جلاس اهو، بصوا سايباها. هبدا اضيف هنا الكريمه. بسم الله. عايزه اقول لكم البروكلي ده هايل. الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول من اولهم البروكلي فعلا يعني. وبعدين هو مضاد للأكسدة، وبعدين مفيد جدا لإزالة السموم من الجسم، وناس كتير جدا بتستخدمه علشان يعني مرض الكانسر، ومفيد جدا للبشرة وللصحة. دايما الناس تقول لك يحمي من الشيخوخة لازم البروكلي ده حتى لو مش بيحبوه يعني. دي برضو من الحاجات اللي ايه اللي ممكن تبقى كده. انا هدوب هنا ممكن شوية في مكان الكريمة هنا، معلقة دقيق بس في المرق، هتقل الصوص شوية. لو أنا حباه يبقى تقيل مفيش مشكلة خالص كده. شوية من الدقيق لو أنا عايزة أتقل الصوص. أنا بصراحة بحب أحط فيها خضار. يعني عايزة أقول لكم على حاجة بصراحة، يعني أنا مش قادرة أصبر هحط فيها شوية كده من البسلة بالجزر دي. أولا بتبقى روعة، طبق كده شيك لما بتقدم مع رز أبيض بتبقى رائعة. وممكن نحط كمان شوية من الفلفل الألوان ده. يعني هي بصراحة ليها كده تيست حلو، حتى لو ما قدمناش جنبها، لا عملنا جنبها مثلا خضار ولا عملنا جنبها حاجة. خليني أزود شوية الروز ماري هنا في الخضار السوتيه شوية ونقلب. بصوا بقى الخضار على المية بدأ يستوي على البخار ولا أي حاجة خالص، ببساطة جدا. عملنا طبق خضار سوتي. شوفوا البروكلي لونه بقى عامل ازاي بقى أول ما ضفنا الليمون وال على البخار، بقى لونه ازاي، بقى لونه رائع. هنا أنا بحاول بس أدوب الدقيق كده علشان ياخد منه معلقتين بس. ممكن اتقل الصوص. طيب خليني اخد كده نقلب كده. ماشي نعمل كده بس ايه نظبط هنا الصوص ده، اهم حاجة فيها. انا بحبه كتير لانه بصراحة ساعات بتقعد في التلاجة لتاني يوم، فبيبقى الصوص قليل، بيبقى اللحمه نشفت.
حتى لو عندكم بقى بواقي عرق مثلا، هنفترض عملتوا عرق مثلا روستو او عرق تريبيانكو بارد ونشف منكم في الثلاجه، او حاسين ان هو ما بقاش يعني على التراك زي ما كنا بناكله، نقدر ببساطه جدا ناخده نعمل له صوص زي صوص البيكاتا ده، ونحط فيه شرايح اللحم بتاعه العرق ونستخدمها ونعمل منها وصفه ثانيه ثاني يوم مختلفه وجديده وحلوه. شايفين ازاي اهو كده. ناخد بقى الماش بوتيتو نعمل كده. انا سلقت شويه بطاطس، بطاطستين ثلاثه. بصوا الصوص بدا يتقل ازاي اهو، ومع الكريمه مع شويه الخضار، دول حلوين جدا الحقيقه. الكاتا دي حلوه من الاصناف الجميله يعني. طيب تعالوا بقى، احنا خلصنا الخضار، تعالوا بقى نرفعه من على النار. خلاص زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين الخضار لونه عامل ازاي. طيب هاجي بقى اقدم الخضار ده في طبق كده، واخد البيكاتا دي برده معاها في نفس الطبق. ممكن نقدم كده، ناخد كام شريحه حلوه من البيكاتا دي. بسم الله. من الحاجات الرائعة ناخد شوية من الصوص بتاعها برضو معاها، بس أقدم كده. خليني ايه اجيب كده لوش صغير زي ما حضراتكم شايفين. مع شرايح المشروم، الصوص ده بيتحط ابار كده جنبه للي عايز من الصوص. بنحط كده في صوصيره هشوفها دلوقتي، اضيف معاها شويه صوص، وناخد شويه كمان من الخضار ده. نحط كده جنبها وهقدم بقية الخضار طبعا في طبق لوحده. هنعمل كده طبق لطيف. وصحة وهنا طبعا على قلب حضراتكم، تستمتعوا بقى بيها. الفاصوليا دي مهمه اهو. اللي صايمين اجرهم كبير وانا اولهم والله. طيب تعالوا بقى ناخد كده الايام الاسبوع العاديه بتبقى لطيفه لما الواحد بيعمل اكلات سريعه ويحس ان هو كل وشبع. يعني عارفين ايه اللي هو، احنا عملنا اكله لطيفه بس في نفس الوقت اكله مشبعه. دي مهمه. انا ممكن بقى اقدم دي هنا كده، وتعالوا نقدم كمان جنبها طبق الخضار هقدمه لوحده، وبعدين نطلع بقى لاستراحه ونستعد نعمل طبق كده لطيف برده الماش بوتيتو من الاطباق الحلوه. تعالوا كده نشوف هنعمله ازاي، لكن نقدم الاول مع حضراتكم الايه، طبق الخضار الجميل ده بيتحط بقى كده معاها اللي عايز ينقنق. طبعا اكتر ناس بتعمل دايت او بتحافظ على صحتها كلوا خضار قد ما تقدروا. الخضار زيرو كالوريز، ما فيهوش يعني كالوريز بتاعته ضعيفه جدا جدا وبسيطه جدا، وكلوا منه قد ما تقدروا، بيبقى مشبع ولكن مفيد، ما فيهوش ضرر على حضراتكم في اي حاجه. فطبعا تقدروا يعني تتعاملوا مع هذا الموضوع بايه، بشكل امن جدا. يبقى كبديل ان احنا نعمل طبق كده وناكله كده وننقنق فيه بالشوكه، بيبقى جميل قوي.
سواء مشوي كمان، لو مشوي يبقى رائع، ولو زي ما احنا عملناه كده سوتيه على البخار يبقى رائع برضو. اهو ادي طبق السوتيه كده. الصوص ده هنعمله دلوقتي في شويه في الصوصيره، بصوا مش هسيبه، اقدر اعمل معاه اضيفه بقى مع شويه رز مع اي حاجه، صوص لوحده يجنن. هستسمح حضراتكم بقى نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه ان شاء الله هنعمل وصفه الماش بوتيتو بطاطس كده بطريقه لطيفه. احط شويه من الصوص الحلو ده فوقها تتاكل بيه لو عايزينه مع الخضار، او تاكلوها مع الماش بوتيتو بدل الخضار. نطلع استراحه وفي انتظار حضراتكم. رجعنا مرة تانية بعد الاستراحة، دلوقتي هنعمل ماش بوتيتو. طب بطاطس مهروسة قشرناها، طبعا اتسلقت في مية وملح، وبعد ما اتغسلت كويس حطيناها في مية وملح وسبناها على نار هادية لحد ما تستوي، وانا ما بحبش اقشرها، يعني المعلومة ان الواحد يقشر بعد السلق عشان لو في اي حاجة تبقى الدنيا امان. بعدين بنقشرها ونبدأ نهرسها، وهبدأ في الخطوة دي بقى التانية مع حضراتكم، اللي هي هاخد كده نسبة كده من الزبدة، وهنزل فيها كمية من البطاطس، كده هنا، وهاخد كده بالسباتولا دي ممكن، او بزي احسن، هنشيل بقى المعلقة دي خلاص. البطاطس دي كمان بيليق معها قوي جوزة الطيب مع الزبدة، نسبة زبدة حلوة كده، تدي تيست وطعم حلو. خليني بس اشيل دول. هنا كده هحط معاها رشة ملح كمان اظبط طعمها، مش هزود الملح قوي، خليها برضو طعمها كده يعني مش كلها مظبوطة قوي، لان هحط فيها الصوص اللي اتفقنا عليه البني ده، او الدمي جلاس زي ما حضراتكم تحبوا كده. تاخد بقى ايه طعم حلو كده. بسم الله، شايفين ازاي؟ ممكن في ناس ساعات بتديها شويه لبن، بتديها شويه كريمه، ينفع، بس هي مش هتحتاج عموما بعد الزبده ان شاء الله. تديها طعم غني كده، لما نروح بره بناكلها نحس طعمها مختلف، هي عشان بيبقى محطوط لها نسبه زبده كده كويسه. شايفين ازاي؟ خد كده رشة بسيطة قوي من الملح، ينفع احط فلفل ابيض لو عايزة، وينفع نحط بقدونس لو عايزين، بس انا هعملها سادة خالص. شايفين ازاي؟ كده الريحة اصلا طالعة دلوقتي لما الزبدة يعني دخلت بقى في البطاطس، والبطاطس كده اخدت من طعم الزبدة، الريحة اصلا رائعة. ينفع بقى ناخد رشة جوزة الطيب لو عايزين في المرحلة دي، لأن البطاطس الماش بوتيتو بيليق معاها قوي جوزة الطيب لو حابين، دي اختياري يعني. عندي هنا طبق لتقديم الماش بوتيتو، هعمل كده. شايفين ازاي؟ خلاص اخدت وقتها الحلو. وتعالوا بقى نحطها في الطبق ونعملها زي الهرم. نظبطها بقى سوا كده، تعالوا بالمعلقة نعملها كده. نعم
شايفين ازاي؟ واخد كده رشة بقدونس حوالين الحكاية، وبعدين الصوص اللي احنا اتفقنا عليه هسخنه هنا، تاكل بقى بالشوكة معاه. اوكي كده شايفين ازاي؟ هاتلي الزيت يا محمد كده، بصوا خليكوا معايا بقى. ايوه هنحط بقى هنا الايه الصوص ده، هنبدا نحطه كده. ده بقى يتاكل مع الصوص الحلو ده، يتاكل مع الماش بوتيتو بالشوكه كده روعه. شايفين ازاي كده على الجوانب بس من الصوص؟ شايفين الجمال؟ دي لوحدها كده يعني طعمه جدا جدا بجد بشكل غير عادي. واحنا برضو اضفنا، خلوا بال حضراتكم، اضفنا الصوص لوحده ابار مع الايه اهو. وادي الماش بوتيتو. دلوقتي بقى ممكن نعمل مع بعض وصفه كده لطيفه من الوصفات السهله، حاجه كده سريعه حلوه، حاجات الغربيه شويه، الاسفه الشرقيه، هي صوابع زينب. تعالوا بقى نعمل صوابع زينب. يا ترى جت منين بقى تسميه صوابع زينب؟ هي قصه كان الظاهر بيبرز راجع من الحرب منتصر على المغول، وطلب ان الطباخين يعملوا حلوى، واتفاجئوا ساعتها ان في حلوى اتقدمت اسمها صوابع زينب. ايه صوابع زينب دي؟ بعد ما عجبته جدا دخل المطبخ سأل الطباخ، ما كانش اسمها صوابع زينب في الوقت ده اصلا، قال له ايه ده؟ ايه الحلوى دي؟ عباره عن ايه يعني؟ الطباخ ارتبك لانه كان خايف يقول له مش عشان يكون مش عاجباه يقتله ولا حاجه. فقال له ده صوابع زينب اللي معلمه عليها. فمن ساعتها سمعنا اسم او مسمى صوابع زينب. اذا الطاهيه اللي طهتها هي كانت اسمها زينب. طيب تعالوا بقى ناخد كده ايه المقادير، مقاديرها بسيطه وسهله جدا. انا بسخن زيت هنا عشان ابدا احمر مع حضراتكم، يلا بينا. بسم الله. عندي صوابع زينب، كوباية دقيق، كوباية سميد ناعم، نص كوباية سمنة، شوية جوز هند بس. طبعا هنحل بشوية مية صغيرين علشان السميد بيحتاج نسبة مية عشان تتفتح الحبات بتاعته. فإيه أنا طبعا عايزة المفروض كنت أدوب الإيه أدوب ال يعني شوية السمن دول يدوبوا كده شوية هنا عشان ايه الدنيا تبقى جميله. صح كده، مسحه حلوه ممتاز. اوكي وتعالوا بقى ناخد كده، اخد معلقه من هنا هسيح شويه السمن دول هنا لان السميد بيحتاج حبات تتفتح. حطيت هنا الاول السميد، بسم الله، كوبايه، وعندي الدقيق كوباية، ممكن احط شوية جوز هند، معلقة او اتنين تدي طعم كده، ولو عايزين تنعموه اكتر في الطحانة يبقى احلى، ما يبانش بس يدي طعم، بناكلها بتبقى مرملة شوية. حاضر، وناخد شوية السمن تعالوا بقى نقلب الخليط ده شويه كده مع الايه مع السمن الدافي. بسم الله ونشوف. بسم الله.
انا معاكم اهو. بين ايه؟ جنبي بس شوية دقيقة لو احتجتهم. نقلب كويس. خليني اشوف كده مع حضراتكم بالسباتيولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل كده اللي حوالين الايه؟ الحواف. طبعا اول ما بيتقلب تاني هتلاقوا السميد بصوا بيتشرب على طول، لو حتى هي فيها لسه هيتشربها مش هيسكت، كل ما تتفتح حبات وده الاحسن عشان تقدر تتشرب الشربات اللي هنعمله. بسم الله. طبعا الشربات بتاعها عايزين ننزل مقاديره، هتبقى كوبايتين سكر لكوبايه ميه وعصره نص ليمونه ورشه فانيليا. هنزل ممكن من هنا شوية مية دافية. انزل الحواف تاني. بسم الله كده زي ما حضراتكم شايفين كده تاني. هاخد بولة بقى اطلع فيها. هوريكوا حالا. حبة صغيرين كده اهي، المفروض اسيبها ترتاح شوية. شايفين لازم ترتاح العجينة دي، اول ما بترتاح الدنيا بتختلف تماما معاها اهي، تبقى عجينة متماسكة وجميلة. عايزه اوري بس حضراتكم فكره التشكيل بتاعها. فكره التشكيل بتاعها سهله جدا وجميله. طبعا انا بحس انها ناشفه دلوقتي، ممكن تحتاج كمان شويه ميه خلوا بالكم، بس انا بوري حضراتكم يعني التشكيل بتاعها. لازم يبقى ازود لها بس نقطتين ميه كمان، نقطتين ميه كده اهو. شايفين الحبات كل ما تتفتح كل ما تفتح لونها، شايفين اهي. انا حالا انا مجهزه شويه، المفروض ان احنا بنشكلهم، هوريكم بس حضراتكم واحده منهم بس كده في التشكيل معانا. علشان لو ما اتفتحتش حبات السميد مش هتشرب الشربات، هتلاقوها ناشفه محصونه من جوه وناشفه. هاخد كده حته، انا المفروض هي ترتاح يعني، المفروض اخد كده مثلا لو عندي مبشره امسحها كويس. ده جنب وده جنب، تقدروا تعملوها على اللي ورا او على اللي قدام عادي يعني. ممكن ناخد كده واحده هي بتبقى كوره بنفردها كده وبعدين الفها اهي. لازم ترتاح وتاخد الشكل ده اللي قدام حضراتكم. هوريكم بقى هنا عاملين كام واحده اهي، بصوا شكلها. شوف كده الزيت يا رب تبقى مظبوطه. لازم تبقى فيها الفراغ اللي من ورا ده اهي، حبه كده وصحة. وهنا على قلب حضرتك، عايزين تعملوها طويلة شوية وصغيرة شوية اللي انتوا عايزينه. طبعا لازم تنزل في الشربات بعدها
انا بس بوري حضراتكم الخطوات. الشربات ممكن يقعد عندكم في الثلاجه كتير على فكره، ما يجرالوش اي حاجه، تقدروا تحتفظوا بيه لفتره طويله. انا بنزلها كده بشكلها على سميد بسبوسه، عشان مش على دقيق، عشان الدقيق هتشربه فلازم يبقى على السميد، سميد بسبوسه عشان يفضل محافظ على قوامها، وبحطها في الثلاجه تتماسك شويه قبل التحمير. وبعدين هتطلع هتشوفوها بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي مخرجنا هيستعرضه، تاخد اللون بس الذهبي الحلو ده، وبعد كده تقدموها صحة وهنا على قلب حضراتكم. تسلم ايديكم، شكرا ليكم، شكرا جزيلا. يبقى النهاردة عملنا ايه؟ عملنا البيكاتا بصوص لطيف، تكنيك بتاعها ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم وتستمتعوا بيه. وعملنا لازم الزيت يكون غزير، غطسانه تكون فيه وش وتحت وفوق وكله. عملنا البيكات، عملنا خضار سوتيه على البخار النهارده، ما عملناش فيه ميه ولا مسلوق ولا اي حاجه. حطينا مجموعه خضروات جميله، عملنا صوص حلو قوي للبيكاتا. الصوص ده استخدمناه في اكتر من حاجه، عملنا الماش بوتيتو بطريقه جميله، وخدنا من الصوص ده ضفنا له شويه خضار وبسله وجزر بوصات كده وحطيناهم معاها، وبدانا نقدمه مع الماش بوتيتو مع خضار السوتيه. وقدمنا الشرايح اللحمه البيكاتا، سويناها بطريقه جميله ولطيفه، وقلنا ما بنحطش الكريمه الا في الاخر بعد ما بنحط المرق ونسويها شويه وتبدا تدخل في التسويه، نضيف الكريمه تتطعم بيها في الاخر. اتمنى يا رب ان احنا نكون يعني ايه عملنا وصفات تنول اعجاب حضراتكم. دلوقتي بنعمل صوابع زينب والحمد لله، وصفه بسيطه وسهله تقدروا تعملوها في البيت. اهم حاجه السميد زي ما قلت لكم، السمنه تبقى مذابه، السميد حباته لازم تتفتح، فلازم انا بدفي السمنه عشان اساعد السميد انه يتفتح حباته شويه. عندكم بقى طوله بال تقدروا تسيبوه شويه وبعدين ترجعوا له تاني، بنديله شويه ميه بسيطه بسيطه لحد بصوا اما بيقعد يبدا ينشف لانها بتشرب السوائل كلها. هروح مديها شويه سوائل تانية عشان تبقى العجينه معايا مش جافه، تبقى فيها طراوه، وده الاهم.